لمناقشة اجتماعات منتدى دافوس المنعقد في سويسرا وأهم القضايا التي يناقشها، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي. دكتور جمال، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون وأنتم مطلعون على ذلك، انطلاق مؤتمر دافوس بمشاركة قادة وممثلي الحكومات وأيضا إضافة إلى النخب الاقتصادية، ولكن هناك إقبال من قادة الاقتصاد والسياسة على دورة المنتدى هذا العام، بماذا تفسر ذلك؟ مساء الخير بالبداية لكم ولجميع المشاهدين. طبعا نحن نعرف أن منتدى دافوس هو حقا يعني أكبر منتدى دولي أو عالمي يحصل، لأن هناك يلتقي فيه رجال الأعمال، يلتقي فيه المال، يلتقي فيه الاقتصاد والسياسة، كلها تلتقي في مكان واحد لكي تناقش الأمور العالمية كلها. وهذه الصور هي فرصة للقاءات هذه الشخصيات. ربما هو الاجتماع بحد ذاته ليس لإلقاء الكلمات، ولكن هو كله للقاءات الجانبية. ونحن نعرف أن الآن حقا العالم يقف أمام تحديات كبيرة، تحديات يعني مؤلمة وخطيرة، ولذلك كل المال والاقتصاد والسياسة كلها تتسارع إلى هناك. نحن نعرف الآن بأن هذا المؤتمر يشاركين فيه 52 رئيس دولة ورئيس حكومة، 56 وزير مالية، 19 محافظ بنك مركزي، و 116 ملياردير في العالم يشاركون في هذا المؤتمر. فإذا هو حقا مؤتمر مهم، ولهذا فكل الناس تتسارع إلى أن تكون هناك ولكي تلتقي وتقوم كذلك بصفقاتها وتفاهماتها في الكواليس. قلتم دكتور أن هناك تحديات خطيرة تواجه قادة العالم، ولكن ما أهم هذه التحديات من وجهة نظركم دكتور جمال؟ طبعا نحن نعرف أن الآن حقا العالم يقف أمام تحديان اثنان. التحدي الأول هي أزمة كورونا التي لم نخرج منها بعد، وكذلك تحدي الحرب الأوكرانية، الحرب الروسية على أوكرانيا. نعم. وهذا التحديان حقا كبيران جدا، والآن نجد بأن الموضوع الأزمة تزداد حدة يوما بعد يوم، والتوتر يزداد، والانقسام في العالم يزداد يوما بعد يوم. فإذا هذه تحديات كبيرة، وكلها كذلك نجد أن هناك تحديات الطاقة، تأمين الطاقة، تحديات الأمن الغذائي، الغذاء، تأمين الغذاء، يعني كل هذه الأمور، وكذلك كبر الفجوة بين العالم الفقير والعالم الغني. فهذه كلها تؤدي إلى 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 أهمية هذا المؤتمر. ونحن نعرف أنه تأثير هذه الحالة أثرت على بعض الدول، لأنه يعني نعرف أن هناك حصل تغيير في الحكومة على مستوى إنجلترا، وحصل تغييرا كذلك في سريلانكا وفي عدة دول، وهناك اليمين المتطرف ينشط في ظل هكذا أعمال. فلذلك أنا أتصور هذا المؤتمر مؤتمر مهم، وأتصور نأمل أن يخرج بنتائج جيدة لصالح العالم كله، وليس فقط لصالح العالم الغني وينسى العالم الفقير. دكتور جمال، صندوق النقد الدولي يقول إن الأزمات المطروحة على طاولة المؤتمر هذا العام كفيلة بوضع العالم على حافة الهاوية، هل هناك مبالغة في هذا الوصف؟ لا، ليست فيها مبالغة حقا، أن العالم ممكن على شفة هاوية أن يكون، لأن حقا الفجوة الآن تكبر. نجد أن هناك دولا تفقر كثير، هناك أزمات كثيرة، هناك دعني أقول الصور واضحة كيف كم من الناس يركبون البحار والمخاطر لكي يصلوا إلى مكان آمن. التوتر كما قلت يزداد في مناطق الصراع. فإن لم يوجد حل لهذه الأمور، فإن الاستقطاب سيزود والتوتر سيزود في العالم، وربما يؤدي إلى نوعا من الانفجار. فلذلك آمل أن نبتعد عن هكذا هاوية، أن يعمل هذا المؤتمر على الوصول إلى حلول معقولة، يعني لا تتجاهل الفقراء، ويكون هناك حق التعاون اقتصادي وتفكير عالمي، تفكير أكثر من الحدود الوطنية، ليس مثل ما يفكر اليمين المتطرف في أوروبا الذي أصبح يريد أن الألماني يفكر بألمانيته والإيطالي بإيطاليته والفرنسي بفرنسيته، ولكن يفكر بشكل عام. كما لهذا الاسم اسم العولمة له دور، ربما أن يكون كذلك له دور في هكذا مؤتمر. دكتور جمال، هذه الأزمات التي يعيشها العالم وأنت تفضلتم بها، خاصة الحرب على أوكرانيا أو في أوكرانيا،
يعني هذه الأزمات، ألا تكشف انهيار نظام ما بعد العولمة المبني على الشراكة الاقتصادية؟ تعتقد ذلك دكتور؟ نعم، لأن حتى العولمة لن تتم، وأن صور العولمة هي كان يعني اسم بدون جسد، وهي كانت حقا لا يوجد فيها إنصاف. هي كانت العولمة على حساب العالم الفقير، على حساب الدول الفقيرة، على حساب، لو كان هناك عولمة صحيحة لماذا يموت مثلا اللاجئين العراقيين في البحر المتوسط أو السوريين أو غيرهم؟ لماذا تغلق الحدود في وجههم؟ لماذا يموتوا في الجبال في البر؟ لماذا ما تفتح لديهم الأبواب؟ ولكن العولمة كانت تؤخذ لكي الشركات الكبيرة والدول الغنية لكي تبتز هكذا دول، واستغل هكذا دول باسم العولمة. العولمة لم تحصل يوما ما، وأنا أصور أن حق الآن نعيش ما بعد العولمة التي فشلت، ونأمل أن يكون هناك نظاما جديدا، ليس نظاما استقلاليا للدول الفقيرة، بينما نظاما منصفا لكي لا تكون يعني تكون الفجوة كذلك كبيرة بين العالم الفقير والعالم الغني، لكي لا تتم هكذا هجرات، ولكي لا تتم تقوم هكذا أزمات. ولكن دعني أقول، وللأسف العالم الغني دائما يستغل الدكتاتوريات في كثير من الدول، يستغل القادة في هذه الدول ويعمل معها، وهم يعرفون كيف يبتزون هذه البلاد، كيف يمتصون خيراتهم ويسكتون على ذلك. ولكن شعوب هذه البلاد تعاني من أزمة هكذا دكتاتوريات ومن بطشها. عبر سكايب من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي، شكرا جزيلا لكم دكتور.